فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل أعرفه إذا ذهب إلى مكة فإنه يصلي صلاة الفجر في الحرم مع الجماعة ثم يصليها بعد ذلك مرة أخرى بحجة أن صلاة الحرم قبل الوقت بالنسبة للفجر، يعني خطي المسلمين كلهم ويصير هو المصيب، نسأل الله العافية. هذا لا يجوز، هذا عليه طائفة من بعض الجهال يقولون إنهم يعرفون الوقت ويعرفون التوقيت ويسيئون الظن بالمسلمين ويبطلون صلاتهم، هذا ما يجوز العمل هذا، نسأل الله العافية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، احنا نصلي على التقويم هنا، إذا يذن على التقويم وناخذ ثلث ساعة ربع ساعة ويقيم ونصلي، ولا طلعنا ولا النهار بين واضح، يعني يغالطون بشيء واضح، يا سبحان الله. نعم الحرم إذا انصرفوا إذا واضح من النهار، ما هو بخفي. نعم